أدري اللي قلته ضايق أحد؟ ليش أحس إنك هربت الجو بالموضوع؟ ما كان لازم يبقى طاري قدامهم. أحس إن كله يجيب العيد والكل يضايق مني. ليش كل ما تقعد مع ناس تحاتي إيش قلت؟ ليش كل مرة نحس إن وين ما نطقها عوية؟ ليش كل ما أغلط ما أسامح نفسي؟ وإذا غلطت أحس إنها نهاية العالم. تمر علينا أيام مشاعرنا مو مستقرة، فتبدأ تشوش على أفكارنا، وتالي تشوه نظرتنا للحياة، والنتيجة تغيير سلبي في تصرفاتنا وطريقة معيشتنا. مهم نكون واعين عشان ما ننسحب في منحنى احنا بغنى عنه. ربي ما خلانا كذي، عرفنا على أسمائه وصفاته لتصبح نفوسنا مطمئنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكرة القسوة على النفس هي جلد الذات عند الخطأ. يظل الشخص يلوم نفسه ويضخم بالخطأ ويكبر ويعيد ويعيش التفاصيل ويكرر، وأنا شلون سويت كذي وليش سويت كذي وأنا لي متى وأنا بهذه الحالة، ومتعود إنه هو يجرح عمره ما ينطر أحد يجرحه. هو نفسه حط على نفسه ليبل ختم، أنا فاشل، أنا كله كذي. المشكلة في هذه الفكرة أن الإنسان يظل في دوامة تأنيب الضمير الدائم، فيحس بألم، يحس أنه هو حزين، ينعزل، ما يبي الناس، أصلاً ما يبي يقعد بالناس، لأن لما يقعد مع الناس يحس أنه هو مو كفاية. هذا اللوم ليش؟ ديننا علمنا أن نحول هذا اللوم السلبي إلى لوم إيجابي. احنا بالاخير احنا لازم نلوم نفسنا، بس اللوم الصحيح اللي بدون تكسير ذات. اللوم الايجابي هو اللوم اللي هو يكون من شروط التوبه. يعني الواحد لو سوى غلط ويبي يتوب، من شروط توبته الصحيحه ان اول شيء يحس بشعور تانيب الضمير، وهذا اللوم للنفس عشان بعدها يتوب. الانسان معرض للخطا، والله سبحانه وتعالى يعلم هذه الفطرة في أنفسنا، احنا بشر نخطئ. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون يستغفرون الله فيغفر لهم. اصلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الخطائين التوابين. عندنا توبة، عندنا إنابة، وعندنا أوبة. شو الفرق بينهم؟ طبعاً أولاً كلهم يجتمعون بمعنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كلهم. التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة، فأنت تنتقل من معصية إلى طاعة. الإنابة هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى، يعني مهما أنت في معصية ما يك شعور ضيقة الخلق، تعرفون مالت المعصية اللي أنا مو زين، أنا ما راح أطيع الله سبحانه. لا، أنت عندك هذا انشراح الصدر للإقبال إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. الثالثة الأوبة هو دوام الرجوع، دائما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. بعد أرجى آية في القرآن شنو؟ طبعا أول شيء شنو أرجى آية؟ أرجى آية يعني أكثر آية فيها رجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى. سموها الصحابة بأنها أرجى آية في القرآن. ما هي؟ في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بعدها شنو؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. في ناس يخيل لهم أنه هو لازم يظل في دائرة لوم النفس والقسوة على الذات كأنه هذا شيء بيصلحه. أبدا، الله سبحانه وتعالى أعلم فينا منه، يدري شنو يصلحني. شوف حظ المنيب في القرآن. الشخص اللي ينيب كثير، اللي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا،
يقول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يعني إبراهيم من ثناء الله عليه أنه هو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول أن المنيب هو أكثر الناس اعتبارا، يعني أكثر شخص يعتبر بالمواقف. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لأن لو تفكرون فيها، الشخص المنيب اللي هو قاعد يرجع، اللي يرجع شنو خطة عادة؟ يبي يصلح، يبي يسنع، فهو أكثر إنسان يعتبر ويتذكر ويتعلم. الإنابة طريقك للهداية. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يعني إذا أنت كنت في هذا الطريق أنت أبشر أنت في طريق الهداية، لأنك تبي ترجع حق الله سبحانه وتعالى، فربي يدلك، ربي راويك الطريق. ختاما، الأواب المنيب جزاء الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أنتم متخلين أن في هذه الآيات في الأواب وفي المنيب، يعني هالصفتين يدخلونك الجنة؟ نعم، لأنك دائم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ما تقعد في دائرة القسوة واللوم والتكسير، لا، تقول نكست، يلا الحين شنو بعد بسوي. اعلم أن لك رب غفور يغفر لك مهما أذنبت ومهما ابتعدت، فارجع إليه. ماكو مثل ديننا رأفة بهذه النفس. والله وأنا أقرأ هذا الحديث قاعد أقول: يا ربي، يعني شنو رقي مثل هذا الدين؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. شنو يعني؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يصير تقول عن نفسك خبثت نفسي، يعني ما يصير تقول أنا مو زين، نفسي مو زينة، أنا فاشل، لا، أنا خبيث. أبدا، الدين والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن لا تفعل ذلك. شنو هالرقي؟ يعني ويقول لك شو تقول؟ لقست نفسي. شنو يعني لقست نفسي؟ لقست باللغة العربية تغيرت، يعني تغيرت نفسي. صح، احنا نتغير، نتغير فنذنب، نخطئ، نرجع، تغيرت نفسي. ارأف بهذه النفس ولا تقسو عليها. تذكر ان لك رب رؤوف يرأف بك، يرحم ضعفك، يعلم بحالك. قصة أم قال لها ولدها وقال لها: يمة، معانا واحدة بالدوام سنعة، ويعني وأنا أشوف فيها أن هي مناسبة للزواج، فأنا والله يمة ودي صراحة أن نتقدم لها. فقالت لها: شوف يا وليدي، طبيعة بيتنا مختلفة عنهم، فما أشوف أن إحنا راح نرتاح معهم. جاي يقول لها: والله خلاص يمة، اللي تشوفينا خلاص، عيل دوري لي. طبعا تدور، ومرة قاعدة بمجلس واللي يتكلمون ينعتون بوحدة وتسمع: والله هذه جنة خوش وحدة. تسأل عنها: إلا الحمد لله، يعني ما حد خاطبها وكذي، وكل المواصفات المطلوبة. قالت حق ولدها عن البنت، كان يقول: والله ما اللي تشوفينا شكلها مناسب، وخلص يعني خل نروح نشوف نتقدم، وإذا إن شاء الله ارتحت نكمل. فصدق لما سووا كل هالخطوات ممتاز، وخطبوا وتزوجوا الحمد لله. طبعا يعني مرت الأيام الأولى بصعوبة، وكانت الأم تشوف ولدها في عراك دائم، كل ما تم نزل: ايش فيك يا وليدي؟ روح اقعد. لا لا لا، ما خلاص يعني. فحست انه هو مو مستقر. طبعا كل يوم تشوف الأم ولدها وهو مكسور متألم عايف الدنيا، لأنه كل ما يفكر بخطوة إنه ينفصل يتذكر هالبنات ويقول: هذولي من بيشوفهم؟ من بيرعاهم؟ بصبر.
بس متألمة على ولدها وحاسة إن هي السبب، هي الغلطانة، إن هي اللي قنعت ولدها. فكل مرة تعيد الشريط، ليتني ما قلت حق ولدي، ليتني قلت له روح تيسر بدربك. يعني قطعت نفسها من جلد الذات. وصج صارت المرة ما تنام الليل، فوق طبعا فوق أصوات الصراخ اليومية اللي تشوفها، ولدها المتأذي واليهال اللي متطشرين، فمو قادرة تسامح نفسها الأم. يوم من الأيام قالت أنا لي متى كذي راح أموت نفسي من الألم اللي أنا فيه، على الأقل خلق ضب لي شيء أريح نفسي فيه. ربي يشرح صدرها أن تبدي رحلتها مع القرآن، وكان القرآن لها الملاذ، وكل ما يزيد عليها المشاعر الألم تفتح كلام الله سبحانه وتعالى وتقرأ. لما يوم يصير عندها لقاء مع أعظم آية غيرت لها السيستم كامل، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وقفت هني، الله، يعني كل اللي قاعد يصير الحين هذا ربي كاتبه، إن ولدي يتزوج هالزوجة وإنه يصير عندهم عيال، وإن كل التفاصيل اللي قاعد نعيشها الحين بحلوتها ومرتها هذا كله مكتوب عند رب العالمين، عشان رب العالمين يقول لي لكي لا تأسوا على ما فاتكم. شعور أن أدري أن هذا مكتوب وأن هذا حكمة رب العالمين وأكيد في خير، عشان يطخخ عندي شعور قسوتي على ذاتي أن أنا الغلطانة والمفروض خلاص أستسلم لحكمة الله سبحانه وتعالى، واطمأنت نفسها لقضاء الله سبحانه وتعالى. اعلم أن لك رب غفور يغفر لك مهما أذنبت ومهما ابتعدت فارجع إليه. اعلم أن لك رب رؤوف يحبك، يعلم ضعفك فيرحمك، فتقرب إليه وادع الله سبحانه وتعالى وقل: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ظل عبدك يا إلهي فهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان، يا من أحاط بكل شيء علمه، ضعفي علمت وذلتي وهواني، رحمك لم أقصد سواك وغايتي، قلب يضاء بحبك النوراني، مولاي كل اسم يطمئن خافقي، يخشاه بالتقوى وبالإيمان.